حياتهم شقاء مع كورونا ولم تكن أفضل حالا بدونه. بعد رفع حظر التجوال عادوا لكسب أرزاقهم. عشرات الآلاف من عمال اليومية وأصحاب المهن الصغيرة لا يجدون ما يسد نفقات يومهم مع ركود الحركة الاقتصادية بسبب تداعيات كورونا. معظم المتواجدين في هذا السوق هم من العاملين فيه، لا زبائن مؤثرين لغاية الآن. ينادون بأعلى أصواتهم، لكن قليلون من يلبون النداء ويشترون سلعهم الرخيصة. والله حيل حيل أثرت علينا، لأن إذا انغلقت العالم مين تأكل مين تشرب، عالم مين تجيب، الفقرة كثرت، عالم ما عندها إيش تأكل إيش تشرب، هم لازم شوية الحكومة هم عينها على العالم. راكم الفيروس الأزمات على أصحاب هذه المهن، خرجوا من الحظر ليجدوا الاقتصاد يترنح وسوقهم يفتقد زائريه، أغلبهم من الموظفين الذين توقف صرف رواتبهم من قبل الحكومة المركزية. ناس هم جيبة فارغة عيني، رواتب ماكو، سوق ماكو، والناس قاعدة بالبيت 40 يوم، كله يأثر على السوق. ما قبل كورونا لن يكون كما بعده، هذا ما تقوله إجراءات السلطات. السماح بعودة الأعمال لا يعني السماح بالاكتظاظ حتى السيطرة على الوباء. سمح للمحلات الصغيرة باستئناف عملها، لكن وسط المدينة التجاري هذا ما زال مغلقا أمام حركة السيارات، فالمخاوف من الوباء ما زالت حاضرة. لكن بقاء الأهالي دون مورد اقتصادي يبدو أنه غير خطط السلطات لمكافحة كورونا. عزم الشرع العربي.